نستكمل الآن النقطة الثالثة، تبويبات التكاليف الكوست كلاسيفيكيشن، حيث تبوب وتصنف التكاليف بعدة طرق أهمها. طبعا هنا تبويب التكاليف معناه إن احنا بنصنف أو بنقسم التكاليف بأكثر من طريقة، ويحضرني مقولة بأن التبويب وسيلة عملية أملتها الضرورة، وما تمليه الضرورة يتوقف بالطبع شكلا وموضوعا على طبيعة هذه الضرورة. مغزى هذه المقولة أن تبويبات التكاليف من الموضوعات الهامة جدا اللي بنصنف فيها التكاليف بأكثر من طريقة. أول نوع في التبويب هنا التبويب النوعي للتكاليف، حيث بنقسم التكاليف فيها إلى مواد وأجور ومصروفات. التبويب الثاني التبويب الوظيفي للتكاليف، حيث تقسم فيها التكاليف إلى تكاليف صناعية، تسويقية، إدارية وتمويلية. النوع الثالث في تبويب التكاليف تبويب حسب علاقة التكلفة بوحدة التكلفة. هنا بنقسم التكاليف إلى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة. النوع الرابع تقسيم هنا تبويب التكاليف حسب علاقة التكلفة بحجم النشاط أو درجة المرونة أو سلوك التكاليف. بنقسم التكاليف إلى تكاليف متغيرة، تكاليف ثابتة، شبه متغيرة، شبه ثابتة، تكاليف مختلطة. هنبدأ مع بعض في التبويب النوعي للتكاليف. في التبويب النوعي للتكاليف، حيث تقسم التكاليف إلى مواد خام الرو ماتيريالز، هي تكلفة المستلزمات السلعية التي تحتاج لها الشركة في التصنيع. رقم 2 أجور الليبر، هي التكلفة التي تدفع للعاملين نظير قيامهم بالعمل داخل المنشأة. 3 مصروفات expenses، هي جميع التكاليف التي تتحملها الشركة بخلاف المواد والأجور، مثل تكاليف القوى المحركة والصيانة والإهلاك والإيجار والتأمين والحراسة وهكذا. النوع الثاني من التبويب يسمى التبويب الوظيفي للتكاليف، هنا هنبوب التكاليف حسب وظائف المشروع. طبعا كلنا نعرف ان ايه هي وظائف المشروع. وظائف المشروع في وظيفة صناعية، في وظيفة تسويقية، وفي وظيفة إدارية وتمويلية. كل وظيفة من الوظائف الثلاثة بيرتبط بها تكاليف، يبقى هنصنف التكاليف هنا حسب الوظائف. فتقسم هنا التكاليف إلى تكاليف صناعية بين قوسين إنتاجية. يبقى دايما لما نقول كلمة تكاليف صناعية هي نفسها تكاليف إنتاجية، لأن كلمة التصنيع معناها الإنتاج، يبقى manufacturing costs هي كل ما تتحمله الشركة نظير قيامها بتصنيع السلع والخدمات حتى وصولها إلى صورة صالحة للبيع. نوع تاني تكاليف تسويقية الماركتينج كوستس، هي يطلق عليها البعض يسميها تكاليف البيع والتوزيع سيلينج اند ديستريبيوشن كوستس. يبقى كلمة ماركتينج تعادل كلمة سيلينج اند ديستريبيوشن. طب تعريف التكاليف التسويقية أو تكاليف البيع والتوزيع، هي كل ما تتحمله الشركة من تكاليف ابتداء من لحظة وصول السلعة إلى صورة قابلة للبيع وحتى توصيلها للعميل. رقم 3 تكاليف إدارية وتمويلية Administration and Financing Costs، هي كل ما تتحمله الشركة نظير قيام الإدارة العليا بوظائفها من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات. هنتكلم هنا عن الحدود الفاصلة بين التكاليف الصناعية والتسويقية، يمكن تصورها في الشكل التالي: بداية التصنيع ونهاية التصنيع. بداية التصنيع عند بداية مبدأ بالمواد الخام، التصنيع المواد الخام
ده بداية نقطة بداية التصنيع، عندي مواد خام عايز أصنعها، مع نهاية التصنيع تصبح السلعة في صورة صالحة للبيع. ما بين بداية التصنيع ونهاية التصنيع بتظهر عندي تكاليف صناعية. يبقى حدود التكاليف الصناعية من بداية التصنيع حتى نهاية التصنيع. عند تسليم السلعة للعميل من نهاية التصنيع وحتى تسليم السلعة للعميل هنا تكاليف تسويقية، هنا تكاليف تسويقية. يبقى التكاليف التي تحدث من بداية التصنيع وحتى نهاية التصنيع تسمى تكاليف صناعية. التكاليف التي تحدث من نهاية التصنيع وتصبح السلعة في صورة صالحة للبيع حتى تسليم السلع للعميل دي اسمها تكاليف تسويقية. مثال على ذلك تكاليف التعبئة والتغليف. لو سألت الطالب سؤال وقلت له هل تكاليف التعبئة والتغليف هي تكاليف صناعية أم تكاليف تسويقية؟ ما ينفعش تجاوب على طول وتقول صناعية أو تسويقية. ليه؟ لو حبينا نفسر تكاليف التعبئة والتغليف هنقول هي في الأصل تكاليف تسويقية، ولكن إذا كان المنتج غير صالح للبيع إلا بعد تعبئته وتغليفه تصبح تكاليف صناعية. مثال على ذلك الكوكاكولا، كل المشروبات الغذائية، المشروبات الغازية كلها لا يصلح بيعها إلا بعد تغليفها وتعبئتها، بدون تعبئة لا ينفع أن تباع. فالكوكاكولا لابد أن تعبأ في زجاجات حتى تصلح للبيع. إذا تكلفة الزجاجة نفسها في الحالة دي تصبح تكاليف إيه؟ صناعية. طيب أما إذا كان المنتج صالح للبيع بدون تعبئة وتغليف، ممكن يتباع بدون ما يتعبأ ويتغلف، تصبح تكاليف التعبئة والتغليف تكاليف تسويقية، لأنها تصبح إضافة لجذب المنتج، لجذب المستهلك، إضافة لجذب المستهلك، من إحنا نعبي ونغلف السلعة في شكل ظريف وجميل.